السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كل التفاصيل اللي بتخص المان أوفر بورد، فعايزك تعمل سبسكرايب ولايك وتتابعني للنهاية عشان الحلقة دي مهمة جدا، فيها كل التفاصيل بتاعة التيست والاختبار والشهادات وإزاي تعدي من المفتشين. فيلا بينا ندخل على المقدمة، يلا بينا. النهارده هنتكلم عن المان اوفر بورد، وعايزك بقى تعمل سبسكرايب ولايك لان الموضوع ده مهم لكل الناس من كل الرجاله، وهختصره لك في بعض دقايق واخليه لك يعني ان شاء الله باذن الله سهل وبسيط. وعايزك برضو انوه على حاجه ان انا بعمل فيديوهات تانية كتير تاني ان شاء الله تعجبك، وتابعني لحد ما نخلص محتويات البحريه كلها بتاعه سرد اوفسر وسكن اوفسر ان شاء الله وربنا يعيننا. هنبتدي الاول نفهم ايه هو المان اوفر بورد. نبتدي كده من البدايه وركز معايا بقى ان شاء الله باذن الله رب احل لك المشاكل بتاعت كلها بتاعت المان اوفر بورد. بوي الاول، هنبتدي بالبوي. البوي هنا ليها طابع خاص لانها لوحدها، لانها بتبقى في مكان عالي فبتبقى عايزه وزن اقوى من الوزن اللي موجود على الدك. ليه؟ عشان مرحله الشد ومرحله الضغط على الحبل. فبيبقى المتطلبات في اللايف بوي العاديه هتلاقي مثلا لو انت جاي تطلب في الويت هتلاقي هنا في 4.3 كي جي و2.5، ال2.5 ديت اللي هي العادي اللي على الدك، احنا عايزين 4.3 كي جي. هتلاقي المتطلبات بتاعتها موجوده عندك كلها. نيجي بقى نوقف هنا شويه، ندخل بقى على المرحله الثانيه ودي اللي يهمني انا بفكركم بس، لكن احنا شرحنا في الموضوع المان اوفر بورد البوي ميث شود نوت بي مور ذان 4 كي جي، يبقى احنا المتطلبات بتاعتنا 4 كي جي. دلوقتي احنا خلصنا بعض البيانات الخاصة بالبوي نفسها وايه الفرق بينها وبين البوي العادية اللي موجودة واللي شرحناها في الفيديو اللي قدامك في الصورة، ولكن احنا النهاردة عايزين ندخل بقى في تفاصيلة المان اوفر بورد سموك اند لايت، هم دول المهمين عندي بالاخص، وهنشرح بقى التفاصيل بتاعت البوسترز اللي بتتحط والمفتشين بيركزوا في ايه وايه الريكويرمنتس بتاعتها وايه الشهادات والتست وكل حاجة. فتعالى كده ندخل في تفصيلة صغيرة تانية، ان كل مركب لازم تشيل 2 اون بورد بالمتطلبات بتاعه ال 4 كي جي ديت اللي احنا لسه ذاكرينها، ومعاهم المان اوفر بورد سموك اون لايت الاكسباير بتاعها بيبقى 3 سنين تقريبا وفي كل المراكب يعني عامه، ولازم تكون بمنشن ده عندك في الشهادات بتاعتك والسيفتي مينتيننس اللي انت بتعمله اون بورد. تعال نشوف البيانات بتاعه المان اوفر بورد سموك اون لايت شكلها عامل ازاي. من بعض المشاكل اللي بتواجهنا في المراكب اول ما بنطلع المراكب ان ما بيكونش موجود شهاده للمان اوفر بورد سموك اند لايت، تقريبا ما حد بينسى يستلمها او السبلاي اللي بيجيبها لك ما بيجيبش معاها الشهاده نفسها، فانت بتتلخبط في الموضوع ده. فالافضل ان انت ممكن تدور على الاسم بتاعها او اسم المصنع على الويب سايت وتنزلها، او ممكن زي ما هتشوف كده في الفيديو اللي قدامك ده، او ممكن انت حضرتك يعني لما تيجي تستلمها تشدد على موضوع الشهاده والكلاسيفيكيشن ابروفد، ده من اهم الحاجات. فتعال نقول تفاصيل المانوفر. عرفت توصل ان شاء الله للشهاده او لقيتها عند كبير الضباط، او عرفت توصل لها عن طريق الويب سايت بتاعها بالرقم بتاعها بسيريال نمبر، او عرفت تجيبها من الضابط اللي قبل منك، او لقيتها موجوده، لازم تذاكرها كويس جدا وتعرف المصنع بتاعها عامل ريكويرمنتس من شكل ايه. هنقول لك بعض البيانات المهمه جدا ان لازم يكون فيها بتشتغل 2 كاندل شمعتين والمده ساعتين ده اللايت، وبتشتغل لمده 15 دقيقه السموك
بتاع المان اوفر بورد زي ما انت شايف في الصوره كده. المانيفاكتشر من اهم الحاجات اللي انت شايفها في الفيديو اللي قدامك ده السيريال نمبر اللي موجود تحت وكده، الوزن بتاعها والدايمنشن كلها لازم تبقى باينه عندك زي الطريقه دي. تاني حاجه هنيجي بقى لحته التست، ركز معايا في الحته دي. لو انت المان اوفر بورد بتاعها المصنع بتاعك متاح ليك ان انت تعمل تيست منها، هتبدا تفهم التست لانه هيبقى موجود في المانوالز بتاعها او الريكويرمنتس بتاعتها او على المان اوفر بورد نفسها، او زي اللي عندي كده زي ما انت شايف في الكود في الفيديو مفيش اصلا ليها تست. The light shall not be tested زي اللي انت شايفها قدامك كده. فانا ما عنديش مثلا المصنع بتاعي، فتعال نشوف اشكال معينه من التست اللي انا كنت مصورها قبل كده. عندك الشكل الاولاني زي اللي في الصوره كده، اللي انا بقى اشيل اللمبه نفسها وبطلعها وبعدين اقلبها زي اللي عندك في الصور اللي نازله كده، فده تيست بتاكد ان اللايت شغال. السموك ما بيتعملوش تيست، السموك بيتعمل له ريبليست حسب الديت اللي موجود في الشهاده نفسها، عشان كده احنا لازم ندور على الشهاده ونلاقيها، او مش هنلاقيها يبقى هنغيرها بعد كل 3 سنين وانتهى الموضوع. تاني حاجه شكل من اشكال التيست ان انت بريس ده مصنع برضو تاني، او فكره سيريال نمبر تاني، او فكره نوع تاني بتدرس كده وتعمله. في ناس مثلا بتقول لك انا ببل ميه وبلمسها فبتقيد، كل دي اشكال معينه من المانيفاكتشر نفسها. تعال نشوف حاجه تانية من الحاجات المهمه اللي لازم تشوفها في الفيديو قدامك كده. وانت بتبص على المان اوفر بورد يا ريت تحط لي ستيكرز معين، ما تعمليش استنشن، لان الاستنشن ممكن يطبع مكانه او ممكن يروح، فانا كبورت ستيت ما اعرفش اقراه. تحط لي صوره زي اللي قدامك كده وقصادها البوستر بتاع التعليمات ازاي تنزل، ده بيبقى جود براكتس قدام الناس. تاني حاجه اللاين لازم يكون فري، او في طريقه زي اللي انت شايفها كده بتحطها عند الهاندل بتاعه المان اوفر بورد. المان اوفر بورد من الحاجات اللي بيطلعها ريماركس، اللي هو لو ما يكونش مصدي البراكت بتاعته زي اللي انت شايف قدامك كده ما تكونش مصديه. وتاني حاجه ما يكونش الهاندل نفسه زي اللي انت شايفه عندك في الفيديو، لازم يكون جريس وفري. كمان من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تركز عليها، المنطقه دي لازم تكون فري من اي حاجه خالص، ما يتحطش جنبها حاجه ولا باكيت ولا يداري اي شكل معين للمان اوفر بورد. والمستراكشن زي اللي قدامك دي كده لازم برضو تكون انت يعني لو طبعتها بوسترز يبقى شكلك جمل الحاجه عشان تطلع شكلها حلو. عايزك برضو تبقى عارف ان الحاجات دي بتضاف مهمه جدا قدام البورت ستيت. تعال نشوف بقى حاجه انا لازما كنت اقولها، الفلوتنج لاين اللي قدامك في الفيديو ده واللي قدامك هنا برضو، شوف احنا من سورسز اهو، ما تعمل سبسكرايب ولايك بقى يا عم بقى من غير ما اقول لك بقى. تعالى الفلوتنج لاين ده لازم تبقى عارف الدايمنشن بتاعته قد ايه. يعني انا اللي عندي 8 مليمتر، فانا رحت جبت الفيتر وقسنا اللاين ده فلقيناه غلط، فعملنا فيه نير مس وبعدين عدلناه وبعدين جبنا واحد جديد وحطيناه. فلازم تبقى مشدد على الموضوع ده وشكله ولونه وكل ده هيبان من الشهاده. واحد هيقول لي انا معيش الشهاده ومش عارف، قلت لك ما عندك السيريال نمبر بقى ما تحيرنيش، عملت سبسكرايب ولايك. لا طب ليه؟ تعالى نخش الفيديو اللي جاي قدامك برضو ده توضيحي شويه، هشرح لك فيه بعض البيانات المهمه جدا في الوقت الحاضر. نخش على الفيديو. بعد ما سمعت انت الفيديو تعال نشوف شكل الراجل وهو بيحضر البحري ده قدامكم اللي معايا ده، وهو بيحضر المان اوفر بورد بيعملها ازاي. ده فيديو سريع كده ولذيذ، تعال نشوفه برضه. باختصار المان اوفر بورد من الحاجات المهمه جدا للظابط الثالث في كل حياته كلها لازم يبقى عاملها. تعال نشوف بقى منغير المان اوفر بورد ازاي لو استلمنا الوحده الجديده. ما انا كله هديهولك النهارده عشان تعمل سبسكرايب ولايك وكله. تعالى الفيديو منغير ازاي. تعالى بقى نعمل حاجه اخيره النهارده، كل شويه تعالى كده بقى مش عارف والله، يعني النهارده مزاجي حلو لان انا بشرح ال اس اي والاف اف اي والنافيجيشن بيبقى
هتسمع بقى الفيديوهات اللي انا نزلتها على القناه والاغاني والتلحين وكل الفيديوهات الترفيهيه كمان. عايزك تشوف الفلوجات كمان لان الفلوجات دي بتبقى منزله يعني فلوج الصين فلوج سنغافوره فلوج ماليزيا فلوج كل الفلوجات دي اللي انا بعملها على المركب ببقى قاصد ان فيها حاجات تعليميه وحاجات تبين للناس شكلنا عامل ازاي. كل سنه وانتم طيبين، سلام، واشوفكم في فيديوهات تانيه كتير. مع السلامه.